ازيكم يا عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. فيديو النهارده انا بحاول اوصل ل يعني خلفيه تكون كويسه او اضاءه تكون كويسه او زي ما بيقولوا كادر يكون كويس. مش عارفه شكلي بيطلع غريب ساعات، بحسه من فوق، نزلت الكاميرا شويه برضو بحس ساعات ان انا محوله كده، او مش عارف شكلي في الحقيقه مختلف خالص عن الفيديو. ببص عليه بعد كده بحس ان مين دي. النهارده الفيديو هيتكلم عن زي ما انتوا شايفين تا 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 تا. هو البلسم ده من لوريال الفيف بالهيالورونيك اسيد، حمض الهيالورونيك. المفروض ان اللاين ده نزل منه كمان شامبو، بس انا ما جربتوش. انا بحاول اتجنب الشامبوهات اللي هي الكوميرشال اللي هي بتكون زي كده، لان بتكون فيها مواد مضره، سيليكون وحاجات مضره للبشره، للبشره ايه قصدي للشعر. بالبلسم لان كنت ساعتها عايزه اجيب حمام الكريم اللي متعوده عليه بتاع جارنيه، ما لقيتوش، وسمعت ريفيوز عن ده حلوه فحبيت ان انا اجربه. تجربتي معاه ومكتوب ان هو لشعر مرطب بعمق وسهل التسريح للشعر الفاقد الترطيب، فهو المفروض ان هو بيرطب كويس جدا للشعر الفاقد الترطيب. ما بتعملي البلسم العادي خالص، بتحطيه على شعرك بس بتركزي على الاطراف، مش بتحطيه في فروه الراس. عملت كده وسبته حبة حلوين يعني 10 دقايق كده ولا حاجة، وبعد كده شطفته. يعني عادة هما بتلاقيهم كبين ورا ان هو انتي متسيبوش اكتر من 2 دقيقة، هو انا مش كبين نسيبه قد ايه، بس عادة بتبقي تلاقيهم كبينه اهو مكتوب يترك لدقيقة واحدة. لو سبتي دقيقة واحدة عادة، اي بلسم لو سبتي دقيقة واحدة او حتى حمام كريم لما بيبقوا كاتبين لك 3 دقايق 2 دقيقة، الكلام ده كله مش هيدي تأثير حلو على الشعر، مش تأثير حلو على الشعر وملوش اي ستين لازمة. فعادة انا بسيب اكتر من المدة المكتوبة، من 5 ل10 دقايق، سواء بقى في البلسم في حمام الكريم. اهم حاجة انك ما تسيبهوش ما تخليهوش يلمس فروة راسك، يعني المهم فروة الراس، ان انت ما تخليهوش يلمس فروة الراس. لكن عادي سيبيه جدا على اطراف شعرك عشان يتغلغل كويس فيها، وبعدين اشطفيه كويس جدا. بصراحه رطب شعري كويس قوي لحد دلوقتي، انا غسلاه بقى لي يومين تقريبا، لحد دلوقتي لا مترطب وناعم وحلو. اكيد مش زي مثلا الحمامات الكريم اللي جربتها او كده، بس كبلسم انا جربت قبل كده بلسم قبل كده او كذا نوع تاني، لا ترطبهم اقل من ده بكتير بكتير بكتير، كميته كبيره 400 مللي، ده كميه كبيره بالنسبه للبلسم، بيقعد فتره طويله. انا شعري طويل و يعني واستعملته كذا مره ولحد دلوقتي لسه فيه الكميه دي، يعني استخدمت فيه لحد هنا بس يمكن مش باين في الفيديو. سعره كان مناسب جدا، كان تقريبا 195 حاجه و90، مش عارفه بالظبط، انا جايباه بقالي حبه فمش فاكره السعر بالظبط. كنت جايباه من على نون، هتلاقوه في كل حته بقى، في نون، على سوق، هتلاقوه في صيدليات، في الهايبر ماركت، هتلاقوه في كل حته. تجربتي معاه هو كويس جدا بصراحه. لو انت عايزه حاجه بترطب الشعر او شعر الجاف انصحك جدا بيه، هيعجبك. وبس كده، ده كان ريفيو سريع عن المنتج ده، اتمنى يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا بيه. اكتبوا لي كومنت تحت ولايك لو عجبكم الفيديو، واعملوا شير بليز للفيديوهات بتاعتي عشان تنتشر، لان بصراحه القناه بتقع بتقع بتقع، مشاهدات ضعيفه جدا، المشتركين قليلين جدا لقله التفاعل. فبليز سبسكرايب لايك وشير، وتابعوني على انستغرام، هحط لكم لينكات لينك الانستغرام في الديسكريبشن بوكس، و في هيظهر لكم فوق على الشاشه باقي الفيديوهات ولينكات فيديوهات تتفرجوا عليها. وبس كده، باي باي.